بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا جمهورنا الكريم، ينطلق الشوط الثالث للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ الدرجة الرابعة لمسافة طويلة 2800 متر بمشاركة 13 راس في هذا الشوط. نتابع وإياكم الجياد واندفاع قوية للسادة مربط إنجاز في المركز الأول من خلال المتابعة مع انسجام سلالة كاميلوت مع المدرب محمد رياض والخيال متعب علي الصعاق. في ثاني المراكز محاولة أيضا من رقم 6 إيفان لاند المدرب إبراهيم سعيد المالكي ملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني والخيار توماس لوكاسك. المركز الثالث على ما يبدو لي زفريني المدرب إبراهيم المالكي ملك السيد محمد خميس الكعبي والخيار جيمي كوين. رابع المراكز محاولة أيضا من خلال تواجد مربط إنجاز مرة أخرى من معمر رقم 4 والخيال هاري بنتلي. الجياد عند هذا الانعطاف والتوجه من أمام المقصورة الرئيسية. نتابع وياكم السادة مربط إنجاز، إذا مسافة طويلة مسافة 2800 متر. الأوزان ستلعب دور كبير في هذا الشوط، أكثر الأوزان مع أوف هيغوز 60 كيلوغرام ونصف، بينما الأقل من خلال تواجد انسجام وسائل الثندر 50 كيلوغرام. عموما انسجام ومحاولة إلى المركز الأول بسلالة كاميلوت والمركز الثاني الآن مع إبلاند والخيال توماس لوكاسك. المركز الثالث في تحركات من الجهة الخارجية من خلال مرشح أيضا رقم 8 نوتيكال مايل والخيال إيفان روسي. المركز إذن الرابع، بينما المركز الخامس أيضا لمربط إنجاز. نتابع وإياكم هنا المحاولة تأتي بينما أبرز المرشحين رقم 2 حالول متراجع حتى الآن إلى المركز الثامن مع الخيال رونالد توماس ومهر الأشقر لعمره 4 سنوات سلالة غاليليو. الجيادة الآن تتجه نحو المنعطف قبل الأخير، ولا زلنا نتابع وإياكم الشوط الثالث للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ الدرجة الرابعة لمسافة 2800 متر. نتابع هنا التقدم الآن لزفريني سلالة شمردل مع المدرب إبراهيم سعيد إبراهيم المالكي ملك السيد محمد خميس عيسى الكعبي والخيال جيمي كوين. متابع أيضا بالشعار الأخضر والأبيض مع إبلاندا والمدرب إبراهيم المالكي ملك الشيخ فيصل بن حمد الثاني والخيال توماس لوكاسك. الآن توسعت الفارق مع زفريني المركز الثالث من خلال المتابعة تأتي والسادة مربط إنجاز وتقدم الآن نوتيكال مايل. نتابع وإياكم مشاهدين الكرام زفريني والتوجه نحو المنعطف الأخير في الشوط الثالث حتى الآن في المركز الأول. اندفاع قوي لإيفلاندا ومحاولة أيضا من البقية الباقية، بينما زفريني فعلا والتوجه إلى المقدمة والمركز الأول مع بوسعيد في هذا الشوط. اندفاع قوي للجياد من خلفه من خلال الشعار الأخضر إيفلاند وكذلك نوتيكال مايل، ولكن المركز الأول والصدارة بالشعار الأسود حتى الآن مع جيمي كوين إلى المركز الأول والصدارة. محاولة قوية من أوف هيغوز من الجهة الخارجية، الشحانية ثلاثية للشحانية في هذا المساء فعلا يخطفون صدارة هذا هنا النتيجة النهائية ورسمية من قبل لجنة المعتمدين بالنسبة للشوط الثالث. المركز الأول والصدارة لرقم 1 أوف هيغوز والمدرب جوليان سمارت ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والخيال ريان كوراتولو. المركز الثاني لرقم 7 زفريني المدرب إبراهيم سعيد المالكي ملك السيد محمد خميس عيسى الكعبي والخيال جيمي كوين. المركز الثالث لرقم 6 إبلاندا المدرب إبراهيم سعيد إبراهيم المالكي ملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني الثاني والخيال توماس لوكاسك. بينما المركز الرابع لرقم 2 حالول المدرب ألبرت ميول ملك السادة شيك بريسين والخيال رونالد توماس. المركز الخامس لرقم 8 نوتيكال مايل المدرب طارق عيسى رجب عبد الله ملك السادة مربط الجسرة والخيال إيفان روسي. ألف مبروك للفائزين في الشوط الثالث بانتظار بقية أشواط هذا المساء.